فيلم شماريخ هو احدث افلام عمرو سلامه، بيتكلم عن قصه رؤوف، وهي قصه اشبه بقصه عنتره بن شداد، ابن الخدامه اللي ابوه مش راضي يعترف بيه، لكن بيكتشف ان عنده موهبه في القتل والجريمه، فبيقرر يستغلها لحد ما بيوصل اسر ياسين لاخر جريمه لو عملها ابوه يعترف بيه، وهي قتل امينه خليل. ولكن الظروف بتخلي اسر ياسين يحب امينه خليل، فهل هيقتلها ويكسب اعتراف ابوه بيه، ولا حبه لامينه خليل هيغلبه في الموضوع ده؟ الفيلم تصنيفه هو اكشن كوميدي، وبصراحه هو نجح في النقطتين دول. مشاهد الاكشن كانت مشاهد حلوه جدا، معموله باحترافيه شديده، بصراحه انا مشفتهاش قبل كده في مصر. احلى حاجه في الفيلم كانت دخول الشماريخ والفاير ووركس في مشاهد الاكشن، دي كانت مخليه المشاهد دي كولرفول قوي ومبهره جدا بصريا ومن ناحيه الصوت. انت سامع مزيج ما بين طلقات البومب مع الموسيقى التصويريه مع مشهد الضرب اصلا، فدي كانت حاجه صايعه كده انا ما شفتهاش قبل كده في السينما المصريه على الاقل. وكنت اول ما بتشوف بقى الفاير ووركس انت والابطال بتعرفوا ان في مشهد اكشن قادم، فدي كانت انذار حلو قوي بالموضوع. من ناحيه الكوميديا فالفيلم كان لايت كوميدي، فيه علاشات كده في النص بتتقال لطيفه بتضحكك، بس مش هتخليك تسخسخ على الارض من الضحك يعني. عيوب الفيلم من وجهه نظري، اكبر عيب ان انا كنت شايف ان ياسر ياسين المفروض يعمل مجهود شويه علشان يثبت لي ان هو ابن خدامه ومتربي في كشك. انا بصراحه شايف شاب متربي في الجامعه الامريكيه، فكان لازم ياسر ياسين يبذل مجهود في النقطه دي. العيب التاني من وجهه نظري ان مشاهد الاكشن كانت مشاهد هوليووديه قوي، اللي هي البطل بيدخل على 50,000 واحد يضربهم كلهم ويخرج صاغ سليم. يمكن هنا الميزه ان عمرو سلامه كان بيخرج ياسر ياسين ببعض الخدوش اللي بتضيف مزيد من الواقعيه. برضه على المستوى الشر انك تخلي ادم الشرقاوي هو الشرير الاساسي في الفيلم، برغم ان انت رسم شخصيته كويس، بس كنت تحسه ان هو لسه صغير على الموضوع ده، يعني تحسه مش مالي مركزه كده، تحس شرير فيلم محتاج شرير اصلا.